قاعة الشيخ محمد بن زايد وكلية الطب متعددة الأغراض. جاءت هذه القاعة بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، وتم تنفيذها على مواصفات عالية وتخدم عدة أغراض. مشكور شكر جزيل دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الهدية الرائعة والقيمة جدا اللي أتت في وقتها، وهي في إطار عملية تنفيذ برنامج الدفع بعملية التعليم العالي في حضرموت والمحافظات المحررة الأفضل. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا على الدعم السخي وعلى المشاريع الجبارة التي تنفذها في عموم الوطن. هذه القاعة بإذن الله تعالى ستشهد أنشطة مختلفة، ليست الأنشطة العلمية التعليمية فقط، ولكن هناك ستعرض فيها عدد من المؤتمرات وورش العمل والندوات في إطار الخطة التي تتبناها كلية الطب والعلوم الصحية من أجل النهوض بالعملية التعليمية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمعات.